أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم مدام هبة من رجويك كونتور ليدي سالون. أهلا هبة، كيفك؟ تمام الحمد لله. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بالبداية تعرفينا وتعرف المشاهدين المزيد عن الصالون. نحن صالوننا بيشمل كل شيء خدمات تضمنها، كل شيء خدمات للمرأة. تأسس صالوننا من بعام 2023، ونحن متخصصين بكل شيء خدمات بخصوص السيدات، خدمات تجميل من شعر، أظافر، بشرة، كل شيء كوزمتك. ممكن تعطينا المزيد من التفاصيل على الخدمات اللي بتقدموها وكيف تميزتوا بتقديم هاي الخدمات؟ بتحب بلش لك من الشعر؟ نحن أول شيء عندنا خدمات الشعر من الاكستنشن لكل شيء تريتمنت، طبعا الالوان، الهايلايت للشعر، كل شيء تسريحات العرايس لتسريحات البسيطه السيمبل حسب الكلاينت شو بتحب، شو طلبها هي، كيف شخصيتها. كمان طبعا في عندنا خدمات النيلز، كل شيء بخص الاكريليك، الاكستنشن للاظافر، البولي جيل، الجلش، البيديكور، المينيكور، اي شيء بخص النيلز والسبا للهاند والفوت طبعا، بلس المساج. عندنا الفيشل، هايدرا فيشل، في عندنا طبعا الواكسينج للجسم، كمان بيشمل الايبروز، الليفتينج، الايلاشز، اكيد ما فينا ننسى يعني الايلاشز، هي شيء للكلاينت مطلوب هلا، البنات كلها عم تحب. في عندنا كمان الحمام المغربي يلي هو بيكون السكراب للجسم مع الستيم، لما بنستعمل الستيم كمان مع الحمام المغربي هو اللي بيعطي طبعا بيخلي تأشير للجسم. طبعا نحن في عندنا كمان الايس اكستنشن يلي هو بخص الشعر، كل شيء اكستنشن، كل شيء تكنيك للشعر، بس هلا اكثر شيء هو مطلوب الايس اكستنشن لانه هو بيكون انفيزبل، بيكون شفاف، فاغلبيه الصبايا هلا بيحبوا يكون الاكستنشن موجوده على شعرهم لحتى هن يغطوا الفراغات بشعرهم، ليعملوا فوليوم لشعرهم اكثر من انه يطولوا شعرهم. فاكثر تكنيك مطلوب وحلو هو الايس اكستنشن لانه بتكون كبسولاته كثير صغيره. طبعا بالاضافه للستيكرز عندنا الكيراتين بوند، هذا بيستعمل بالايرون، بالاضافه للاكستنشن لاش يلي هو كمان حسب الكلاينت شو بتختار، بتحب النورمال، بتحب الفوليوم. اكيد عندنا الليفتينج كمان للرموش، عندنا اللامينيشن للحواجب، بالاضافه للتان هو الكلر للايبروز. كل شيء خدمات الصبيه بتحتاجها نحن بنحاول انه نوفرها بطريقه صحيه وحلوه، انه ما تنأذى بشرتهم، ما يتأذى شعرهم. بنختار موادنا بعنايه كثير منيحة إن شاء الله، يعني بنقدر إنه نكون إحنا موفين كل الزباين البرودكت الصح. بعد النجاح الرائع اللي حققته بالصالون، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ هلا أكيد نحن دائما لما أنت بتفتح أي برانش إلك، أول برانش بيكون عندك أنت أفكار إنه كثير وأحلام إنه أنت تكبر اسم صالونك. نحن نوسع دائرة صالون رجوفيك، اكيد نعمل برانش ثاني وبالاضافه لخدمات زياده. قلت لك انه نحن عندنا مساج، حاليا مساج هو ريلاكسينج، عندنا الهوت ستون يلي هو الاحجار السخنه يلي بتوفر المساج الاسترخائي للزبونه اللي بتكون بتشتغل فترات طويله على الكمبيوتر، فهي بتحتاج انه تجي تعمل مساج لكتافها لظهرها، فنحن بنوفر الخدمات المساج طبيعي يعني بيكون بالايد. بس نحن ان شاء الله بنطمح لبعدين انه نوسع دائره الخدمات عندنا بالصالون. بالنهايه شو الرساله اللي بتحب توجهها لدوله الامارات ولحكومه دبي على دعمها المتواصل بصالون ريجوفيك؟ اكيد ما بننسى نشكر دوله الامارات وحكام وشيوخ دوله الامارات لاعطائهم هاي الفرصه اللي اعطونا اياها لنقدر نحن نعمل هذا البزنس ونطور من حالنا ونطور من مجالنا. أكيد بنشكرهم على نعمة الأمن والأمان الموجود. شكرا جزيلا هبة، وبنشكر جميع طاقم العمل في الصالون، وبنتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح. شكرا لك. بالنهاية ممكن تخبرينا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا وجميع السيدات كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ طبعا نحن عنا الويب سايت تبع الصالون يلي هو ريجوفيك كوتور
موجود طبعا على الاونلاين، في هون يحجزوا اونلاين، وفينا ناخذ المواعيد على رقم التليفون تبع الصالون وعلى صفحه الانستغرام، عنا السناب شات، بكل وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا. شكرا لكم. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.